قولنا ايه في جعبتك يا لا انا هقول والله انا هقول لحضرتك يعني. الحاجه انا اقول يعني ممكن برضو نقول المنطلقات اللي خلتني اعمل بس انا بقول ما تقولش خلاص يا بكر سريعا خلاص. سريعا بس اقول انا ما كنت في بدايه تخرجي اشتغلت في كجايد للشخص وحياة ربنا انت هتعك دلوقتي انا مش عك بس خليني بس اقول لك على حاجه خلينا نبدا الحلقه بس دقيقه دي تبقى اخر حلقه يا بكر والله مش تقول اخر طب اتفضل انا قلت الناس انا منتظر والناس جميله على دماغي بس انا عايز اقول المنطلقه خلاني كده وده خطا بس انا لو قلت ايه المنطلق دي صدقني هتضلم الدنيا لا لا انا هتكلم على الصهاينه بيفكروا ازاي وده اللي كان خلاني ان انا عايز اعلم عليهم بس الصهاينه كانت اتعلمت هنا احنا ما القصه في ايه انا لما كنت اتخرجت من عبري شفت الناس كانت بتيجي باحثين في الشان الاسرائيلي بيخشوا مصر بيقعدوا يقابلوا الناس وبيمشوا في الشوارع وبيسجلوا كل ملاحظاتهم في واحد اسمه جابي روزنباوم ده كان ماسك المركز الاكاديمي الاسرائيلي كان بيعمل سيرش في المثل السياسي المصري والساخر المصري بيلف في خان الخليلي بالليل بعربيته ويقعد يجمع كل الحاجات ديت انا قابلت ناس كتير جدا بحكم عملي كجايد موقعهم غيرنا تمام لما الناس دي كانت بتيجي الازهر انا كنت بقدم في الازهر بتكلم بناه جوهر الصقلي وعمله فلان فقامت احد الاسرائيليات المتخصصه في الشرق الاوسط قالت لي انا ممكن الكلام ده اسمعه من الكتب انا مش محتاجاه انا عايز الاقي الازهر بيتبع الحكومه لما كانوا بيمشوا في الشارع يلاقوا اتنين مانجيجين يقول لي هو في عندكم جيز زي عندنا ولا الدنيا ايه بيشوفوا المتسولين في الشارع بيتكلموا عنهم عدد الناس اللي خارجه من البنات اللي خارجين من المدارس تعليم البنات انا بتكلم على بس هي دي مش حجه لسبب مش حجه والله مش حجه لسبب انا بتكلم المتخصص الشخص المتخصص اللي قعد 18 سنه يدرس عبري وبفضل الله انا ما واخد ترجمه فوريه من كليه ألسن 18 سنه متدرب على رئاسه في رئاسه الجمهوريه يا مبارك المترجم فوري للرئيس هو اللي كان استاذي الدكتور حسن علي واتعاملت مع اسرائيليين كاكاديميين ودبلوماسيين ظهروا مصر وكانوا بيفحصوا كل حاجه امانه الكرسي دي بقول عليها ليه انا اعتذرت وده واضح امانه الكرسي ان انا لازم يكون عندي معلومات بالفعل ليها تجربه خاصه بالجانب الجغرافي انا كان ده ينقصني تماما ما اعرفش ايه اللي جنب ايه بعيد عن ايه المجتمع الاسرائيلي وتركيباته وشكله مواصلاته التاكسي اللي ركبته ده وانت حاجات كتير جدا خلال الزياره انا عارف الزياره دي غلط بس انا بقول ان لو في يا جماعه حد متخصص هو المفروض يعرف انا لو بتكلم عن واحد خبير في العلاقات الامريكيه او خبير في الشان الامريكي عمره ما زار امريكا واحد تاني قاعد على الانترنت بيدرس امريكا حضرتك في تقديرك مين فيهم تعتبر تسمع منه هتسمع طعم امريكا حاجه تانية ماشي امريكا حاجه تانية انت ما تقطرش دماغي والله العظيم ما اقطر دماغ حضرتك انا بتكلم في ان شخص ثم اني بقت في ثوره معلومات دلوقتي وبقى في انترنت وبقى في يوتيوب وبقى في انستغرام يعني انت ممكن تخش على حسابات الناس دي تشوف الصهاينه من جوه بيفكروا ازاي فعلا طيب امال ايه بس انا لو قابلت الصهاينه اعرف اكتر انت عايز تبرر يعني لا مش ببرر والله بس انا احترمت الناس ولو كان الموضوع دي مش انا اكتفي باعتذار انا اكتفي لا خلاص أكتفي بس انا والله يعني جميع الناس على دماغي معلش يعني كفايه انك انت جاي لابس شيك وبتاع بس ايوه بقى مصري هناك الحاجات دي من الصهاينه بقى لا لا والله كلهم تركيا